أنا عاوز أقول إن مصر لن تتقدم إلا بكل أبنائها، الفقير والغني، القوي والضعيف، وبالتالي لا يجب إن إحنا يعني في يعني رغبتنا في التقدم السريع إن إحنا وإحنا بنعمل كده ننسى أفراد في المجتمع يحتاجوا دعم، سواء نتيجة قلة الدخل أو نتيجة يعني وجود اي اعاقه. زي ما انتم شايفين احنا مهتمين ايضا بتمام. اختاروا احمد ابن الجبنتي من القوه، فنشكر الاباجيه ومساعدين على هذا المكان وهم اللي وصلوا لهذا المكان. حضرتك وصلت ازاي؟ وصلت ازاي المكان عشان تيجي النهارده تستلم مكان؟ عن طريق الابلاجيه بتاعت الشيرين، الابلاجيه بتاعت الشيرين بتاعت الاباجيه هي اللي وصلت لهذا المكان. وزاز موسي فلوس ومساعدين معايا يعني.